استغفر الله شو بدك تصير روسيا فارس تبيع قد بدك بعطيك تبيع تبيعين علبتين قد بدك بعطيك مصاري ايش هي ولد البيره المعلبه البيره المعلبه قال له تبيعين كم حجم العلبه قد علبه غزالين قد علبه غزالين قد علبه غزالين سمنه قديمه يصير عرفت من وين جايبها كان من المانيا ونفسك تشرب منها كمان مره مشتيها والله مشتيها ورب البيت مشتيها ما حشرب منها الا شكر الالمان قال يا لطيف شكر الالمان الا شكر الالمان ما حشرب قلبي انت بهالعمر هذا لسه بدك تشرب بيره وحيال ابوك ما قادر انساها شو ابوي اللي افقعك راس وحيال ابوي انا ما قادر انساها طعمها جوا سايد طعمها بس اللي عند الله اطيب يا شيخ اللي عند الله اطيب بس هي انا بشعر فيه بحكيها اللي بشعر فيه بحكيها يصح لك منها بتشرب بشرب منيوك بيرة غبينة انت ولا مين انا مو عارف بيرة الماني بيرة الماني اتم السوبر حبة السوبر اتم السكر حلب اتم المعصر بيرة قلت بدي اروح بدي اروح ابوي قال لهم فين هاي البيرة يابا فين هاي البيرة تقولها ذهب تقولها من هاي البيرة توزعوا بيرة على الجيران يا سيدي بس يجي فارس بس يجي اخوي الكبير من المانيا نوزع بيرة يعني مثل ما انا مثل اخوانك انا وراي يا شيخ وات فاكين فاميلي يا انت شوف يا من صح يا لا يا ابونا يا مين من الصلاة يا نبي أنا مش عارف صديق رادي إرداني مش صديق رادي إرداني لأن تعلم يا تعلم حتى أمريكا ما رجعوني شام تعلم يا الله يشيك إنك طيب نشهد بالله إنك طيب مسكين رب العباد إيش رب العباد انتخبني انتخبني لشو؟ انتخبني اني اهدي اني اوصل السر للامريكان اني اوصل السر العرب للامريكان انك تكون عبرة اني اوصل سر العرب للامريكان اكون عبرة عشان توصلهم انياك تطيج فيها شهوة بالامريكاني فيها شهوة صح؟ اليهودي هناك العربي ما تجي شهوة؟ الله بده يوريهم ايش سر المكوين سر المدفون سر ايش المدفون وراهم يعني قد ما بدكم تهربوا من الله بتقدروا تهربوا من الله اللي بدكم تعملوه دائما على لكم بالمرصاد اللي بدكم تعملوه خلي الدنيا كلها تعرف الدنيا كلها تعرف لانه ابوكم قابيل ما رضيش يجوزنا الاخت الحلوه هذه يقولوا للعقد ما يقول للعقد لانه هابيل ما ليش قبيل ما رديش يجوز البنت نزلت معاه لا هبيلة وصلت إسلام برو